السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة ملك المناجم، نحن نحبكم في الله. والنهاردة معانا قصة ملهمة وقصة بتدفع الجميع إلى الأمام من أحد المتابعين من دولة اليمن. أحد المتابعين من دولة اليمن صمم إن هو يشترك في الدورة التدريبية، مع إن إحنا تممنا 10 أشخاص في الشهر ده، يعني كل شهر بناخد 10 أشخاص عشان نتابع معهم، عشان مش هنقدر نتابع أكتر من كده. طيب اللي حصل إن هو صمم إن هو يشترك معايا، فاضطريت إن أنا أدخله في الدورة التدريبية. طبعا الإنسان اللي أمامنا من دولة اليمن إنسان مجتهد جدا، وإنسان طموح، وإنسان عاوز يوصل لخام الذهب. وسبحان الله هنبتدي بعملية المتابعة. زي ما انت شايف كده ابتدينا في عملية متابعة الأرض وتضاريس الأرض والعلامات الموجودة على الأرض عشان نعرف المنطقة فيها ذهب ولا لا. طبعا ابتدينا معاه خطوة بخطوة. أول حاجة ابتدينا إن احنا أرسلنا له فايلين، ملفين PDF بيشرحوا عن طرق استخراج الذهب وعن عملية استخراج الذهب الميكروسكوبي والصخور اللي هي حاملة للذهب، مع فيديوهات وعينات للصخور اللي هي حاملة للذهب. وابتدينا الميداني، العمل الميداني هو البحث عن الصخور الحاملة للذهب طبعا مع المتابعة الدقيقة. سبحان الله الشخص اللي أمامك ده شخص مجتهد جدا، وكمان بينفذ التعليمات بالحرف، والحمد لله إن هو وصل لخام الذهب بداية من تحديد المنطقة اللي هي فيها الذهب من العلامات الموجودة، وتاني حاجة الصخور اللي هي حاملة للذهب. وابتدينا عملية أخذ عينات عشان نبتدي عملية الفحص. طبعا العينات والمنطقة اللي انت شايفها منطقة غنية جدا بخام الذهب، واتوقع المنطقة دي هيكون فيها خام صافي او قطع صافية من الذهب، لان تواجد احجار الزنك مع المرو مع الاحجار السوداء مع الأحجار التي تدل على خام الذهب اللي يكون هي أحجار الزنك اللي فيها المر. جميع العلامات موجودة في المنطقة، ووصلنا الحمد لله للعرض. تابع الفيديو للآخر مع الشرح وهتعرف جميع النقاط المهمة إن إزاي وصل لخام الذهب. هذه أبو مريم شوف مع نزول المطر خلاص يطلع هذا الأبيض في اليد ده. مع نزول المطر شوف، وهذه حجرة ثانية شوف كيف يطلع. اشوا هذه عينه شوف مع المطر يطلع هذا. أعزائي مشتركين القناة، لازم تركز في الفيديو ده كويس كل ثانية فيه عشان تاخد معلومة وتوصل لخام الذهب. طبعا المشترك معايا في الدورة من دورة اليمن ومن الناس العزيزة عليا، زي ما انت ملاحظ الحجر اللي هو امامه ده حجر جيري. طبعا المنطقة اللي هو بيبحث فيها منطقة فيها امطار، وطبعا الامطار دايما بتساعد في عملية اكتشاف صخور المر لانها بتغسل الاحجار، فهنا مع العلامات هتوصل لخام المر. طبعا دي بداية البحث، وتابع الفيديو للاخر وهشرح لك بالتفاصيل خطوة بخطوة. هذا متكسر عاوزك تركز عزيزي المشاهد في كل كلمة أنا هقولها دلوقتي. اختلاف التضاريس والمناطق اللي بيكون فيها عدة أنواع من الصخور دليل قوي على تواجد الذهب في المنطقة، واختلاف التربة وألوان الصخور وبالذات المناطق اللي فيها مطر، المناطق اللي فيها مطر بتساعد على عملية اكتشاف الصخور لأنها بتكشف الصخور اللي هي حاملة للذهب. هنا لو تشوف في العلامات الموجودة في الفيديو علامات تدل على تواجد الذهب. طبعا احنا كخبرة فهنعرف من الخبرة فين الذهب بالظبط، وهنعرف من انواع الصخور ان احنا قربنا من المنطقة اللي يتواجد فيها عروق الذهب والغنية بخام الذهب. طبعا زي ما انت شايف عزيزي المشاهد العلامات دي احنا شايفينها وعارفينها، وتابع الفيديو وهنشرح بالتفاصيل. الفيديو النهاردة فيديو تعليمي وفيديو شيق جدا هيوصلك لخام الذهب. شوف يا ابو مريم هذا كله متكسر. نعم.
بس كله عروق صغار صغار صغار. أنا بأخذ عينة عينة وبعدها أكلمك كيف العلبة على الله. طبعا عزيزي المشاهد احنا خدناها تدريجيا زي ما انت شفت في بداية الفيديو لحد ما وصلنا لأحجار الزنك اللي فيها خطوط تدل على تواجد الذهب وهي أحجار المرو في أحجار الزنك. الأمامك ده أحجار الزنك وأحجار تدل على أن المنطقة منطقة غنية بخام الذهب. طبعا الخبرة هنا هنعرف وهنعرف من الأحجار نفسها أن المنطقة غنية بالذهب. لو تشاهد الأحجار اللي هي فيها خطوط المرو، الأحجار السوداء، أحجار الزنك اللي فيها خطوط المرو، ده بتدل على أن المنطقة غنية وأن الذهب قريب جدا وفي كميات من الذهب. فيه الذهب الناجر والذهب الميكروسكوبي والذهب البودرة موجود في المنطقة، زيادة أن موجود قطع من الذهب. لو في جهاز، أي جهاز بيشتغل على قطع الذهب هيطلع كميات من خام الذهب، وبالذات في اليمن لأن اليمن غنية ومحدش عنده ثقافة التنقيب ولا عنده خبرة في التنقيب. لأن أعزائي مشتركين القناة أي حد بيشترك معانا في الدورة التدريبية الحمد لله بوصل لخام الذهب، يعني معناها اليمن غنية بخام الذهب، يعني معناها الناس بتشتغل بالطريقة الصحيحة وتوصل. لأن معظم الناس بيضيعوا الوقت في خرافات ملهاش أي صلة بخام الذهب ولا عروق المرو. يعني مثلا أنت هتبحث عن صخور المرو مش هتبحث عن تربة غنية بالذهب أو تبر الذهب، ده غلط. أو أن أنت تروح تبحث في الأشجار أو أي حاجة تانية عن الذهب وده غلط. لازم أن أنت تبحث عن الصخور اللي هي حاملة للذهب مع علامات معينة توصل لك للمنطقة الغنية والصخور الغنية والعروق الغنية بخام الذهب. نحن نحبكم في الله ونتمنى من الجميع أن هو يشتغل بالطريقة الصحيحة وتابع الفيديو للآخر لأن هنوصلك للخام، خام الذهب. وصلنا الخام اللي هو غني بالذهب ممكن يتراوح في الكيلو الواحد جرام من خام الذهب ويمكن أكتر لأن المنطقة غنية ولم يكتشف فيها الذهب من قبل. أعزائي مشاهدين القناة عاوزين نوصل الفيديو ده لعشرة آلاف لايك، يعني كل واحد يشوف الفيديو يدعمنا لأن احنا بندي لك معلومات، وحاول ان انت تدعمنا عشان نزيد في المعلومات ونستمر في الفيديو. الصخر اللي امامك ده عرق في النص، عرق متأكسد، عرقين جنب بعض. العيلة الاولاني ده نسبة الذهب فيه ضعيفة لكن اللي جنبه وان هنحط عليه علامة دلوقتي العرق ده غني جدا بالذهب ونسبة الذهب تتراوح في الكيلو الواحد يمكن جرام من الذهب، بس ليه طريقة مخصصة في عملية الفحص وعملية استخراج الذهب والمتابعة الدقيقة من ضمن الدورة التدريبية اللي مشترك معانا اخونا من اليمن واللي هو بصراحة مجتهد ووصل لخام الذهب. أعزائي مشاهدين القناة نحن نتمنى الخير للجميع، الله يرحم والديكم ووالدينا ونكون جميعا في الفردوس الأعلى. وصلي على رسول الله في التعليقات ودايما اذكر الله وتوكل على الله وإن ربنا يفتح لك أبواب خير عظيمة جدا. نحن نحبكم في الله.